بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في المقرر الهيستولوجي والجينيتيك. هنكمل مع بعض النهارده الليمفاتيك تيشو او الليمفويد تيشو، وننهي مع بعض برضو بمحاضره عن السبلي. يبقى النهارده نتكلم عن السبلي. ذا لارجست ليمفويد اورجان ان ذا بودي، بيشتغل كفلتر لمين؟ للبلد. بيشتغل كفلتر للبلد، وكمان سايت اوف ديستراكشن اند ريموفال اوف ايجد ار بي سيز. يبقى ار بي سيز او الاريثروسايتس اللي بينتهي تاريخ الصلاحيه بتاعتها، بنخلص منها فين؟ بنخلص منها في السبلين. موجود فين السبلين؟ احنا عارفين طبعا موجود فين السبلين، واقدر اعمل له بالبيشن، بس النورمال سبلين ما اقدرش اعمل له بالبيشن. لو حسيت السبلين يبقى السبلين بتاعي انلارجد، يبقى السبلين از لوكيتد في الابر ليفت، في الابر ادي الابر، ده رايت، دي ايدي اليمين اللي باكل بيها، فدي الرايت، يبقى دي الناحيه الليفت، يبقى في الابر ليفت كوادرنت اوف ذا ايه اوف ذا ابتون، هنا تحت الايه تحت الريبس دي، ده بلاقي السبلين. السبلين برضو ليه تو سيرفيسز، واحد كونفكس والتاني كونكيف. الكونفكس سيرفيس ما بيدخلش منه افرنت فيزل زي الليمف نود، لا، لكن الكونكيف سيرفيس هو اللي فيه الهايلاب اللي بيطلع ويدخل منه البلاد فيزلز ومعاها والنيرفز ومعاها النيرفز. ليه افرنت ليمفاتيك فيزلز لكن مالوش افرنت ليمفاتيك فيزلز؟ طب ليه افرنت ليمفاتيك فيزلز؟ لانه هو تيشو، هو اورجان فيه كونكتيف تيشو، هذا الاورجان بيعمل ميتابوليزم وبالتالي هيتكون عنده لينف، هذا اللينف عايز اخلص منه اقوم ايه اكون افرنت ليمفاتيك فيزل. لو انا ابص عليه بالنيكد اي الاقي في حتت حمراء كتيره، وجوه الاحمر ده موجود بوتش بيضة. البوتش البيضة دي هسميها وايت بولب، طبعا ده ماليش دعوه بحاجه تبع البروتينيه، لكن ده السبلين اهو. السبلين لونه احمر وفي نقط بيضة، النقط البيضة هسميها وايت بولب. الاحمر اللي هو ما هوش نقط بيضة هسميه ايه؟ هسميه ريد بولب، وهو كانه ريد بولب جواها نقط بيضة اسميها وايت بولب. لا لو اخدت سيكشن طبعا واضح بقى هنا الوايت بالب اهي. جوه تيشو احمر حاجه حمراء بسميها ريد بالب، يبقى الوايت بالب هي الدوائر البيضاء او البوتشات البوتش البيضاء، وما دون البوتش البيضاء هو الريد بالب. الهيستولوجيكال ستراكشر زيه زي الليمف نود بالظبط، عباره عن ايه؟ عباره عن استروما وبارانكيما. الاستروما عباره عن ثلاث حاجات، كبسول وسبتا وريتيكولار نتورك. البرانكيما بقى عباره عن وايت بالب وريد بالب. لما في الليف نود كنا بنقول البرانكيما عباره عن كورتكس ومظله وبارا كورتكس. طب في السايمس جلاند كنا بنقول ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن كورتكس ومظله، بس كانت انكمبليت لان هي عباره عن حاجه واحده بس. الريد بالب في حاجه اسمها سبلينيك كوردس او بيلرز كوردس، واخر حاجه البلاد ساينوسايتس. ادي الكبسول اللي عباره عن كونكتيف تيشو كبسول، نازل منها الترابيكولي علشان تقسم لي الليفر الى ايه؟ الليفر بس، علشان تقسم لي السبلين الى كومبارتمنتس. هذا السبلين مليان ارتريول، حوالين هذا الارتريول خلي بالك بيحصل تجمعات من الليمفوسايت. هيحصل ايه؟ تجمعات من الليمفوسايت. اقوم اسمي الارتريول ده ايه؟ سنترال ارتريول، وحواليه تجمع من الليمفوسايت اسميه بري ارتيريال ليمفاتيك شيس. بري ارتيريال ليمفاتيك شيس، لو انا تخيلت زي ما قلنا في المحاضره بالظبط، لو انا تخيلت ان ده الارتريول فالليمفاتيك شيس هيجي يلف حواليه بالشكل ده، يبقى ده الارتريول، يبقى ده الارتريول والليمفاتيك شيس لف حواليه كده. فين الارتريول؟ انا مش شايف ارتريول، امال ايه اللي انا شايفه من بره؟ ده الليمفاتيك شيس. لو اخد فيه سيكشن يبان كده، يبقى ده عباره عن ارتريول وحواليه ايه؟ ليمفاتيك شيس. اهو ده الارتريول وحواليه الليمفاتيك شيس. هسمي الارتريول في الوقت ده ايه؟ سنترال ارتريول، والليمفاتيك شيس هسميه بالت، بي اي ال اس، بري ارتريال ليمفاتيك شيس، وده اللي موجود في التي ليمفوسات وهنعرف بعد شويه. حوالين البري ارتريال ليمفاتيك شيس ده بيحصل تجمعات من الليمفوسايت مره ثانيه، يوم يعمل لي ايه؟ يعمل لي ليمفاتيك نوديولز. يبقى الليمفاتيك نوديول هنا في السبلين يونيك. ليه يونيك؟ مميزه ليه؟ لان فيها
في النص موجود السنترال ارتريول، وحوالين السنترال ارتريول موجود البري ارتريال ليمفاتيك شيس، وحوالين البري ارتريال ليمفاتيك شيس موجود الايه؟ بقيه الليمفاتيك نيفلوز. السيستم ده على بعض كده اللي انا سميته بالنيكد اي وايت بالب، يبقى ده الوايت بالب. امال فين الريد بالب؟ ما هو الريد بالب ده هو الاحمر اللي بينه وبين بعضه، يبقى ده الريد بالب. يبقى شايف البلد بيملى المكان، او اسميه ايه؟ اسميه ريد بالب. لكن الريد بالب ده عباره عن بلاد سينوسايز، اساسا هذه البلاد سينوسايز بينها وبين بعضها موجود كمان ليمفاتيك كوردز بالشكل ده، او بسميها بيلروس كوردز. يبقى دي بسميها ايه؟ بسميها ليمفاتيك كوردز. بعد ما خلصنا الرسم بقى نتكلم عن الصور، نتكلم بالتفصيل. الكبسوله موجود فيها شويه سموث ماسل فايبر خاصه في الانيمال. الترابيكول دي عباره عن سته بتنزل من الكبسول علشان تقسم لي السبلين الى كومبارتمنتس. الريتيكولا نتورك دي اتاتشت للكبسول والترابيكول عشان تعمل لي اركتيكتشر او الفريم اوت بتاع السبلين. البرانكيما قلنا البرانكيما عباره عن وايت بالب وريد بالب. الوايت بالب دي عباره عن ليمفاتيك نيدولز، ادي الوايت بالب اهي، ودي وايت بالب، دي وايت بالب، اللي بينهم بعضها هنسميه ريد بالب. عباره عن ايه بقى الوايت بالب دي؟ عباره عن بي ليمفوسايت وبلازما سيل. ممكن تكون برايمري ليمفاتيك نيدول، ممكن تكون سكندري ليمفاتيك نيدولز. ادي الارتريول اهو، كنت عامله لكم على القلم من شويه. يبقى ده الارتريول، هذا الارتريول هتيجي الليمفوسايت تتجمع حواليه ونسميه بري ارتريال ليمفاتيك شيس. لكن في بعض الاماكن في خلال مسار هذا الارتريول مره 2 3 هتتجمع الليمفوسايت بالشكل ده ونسميها ليمفاتيك نيدول. الليمفاتيك نيدول دي برايمري ولا سكندري؟ لازم اخد فيها سيكشن بالدي اس واتفرج على السيلز اللي جوه، لو لقيت فيها جيرمال سنتر يبقى سكندري، لو ما لقيتش يبقى دي برايمري ليمفاتيك نيدول. يبقى دي الارتريول وحواليه بري ارتريال ليمفاتيك شيس وحواليه برضو ايه الليمفاتيك نيدول. عشان كده هسمي الارتريول ده ايه؟ سنترال ارتريول. ادي الرسمه اللي عندنا في الكتاب، ده عباره عن سنترال ارتريول وده عباره عن سنترال ارتريول وده سنترال. بس لاحظ معايا ان السنترال ارتريول ما هو السنترال قوي، فكانوا زمان يقولوا عليه اكسنتريك سنترال ارتريول، بس ما عادش بقى التعبير ده اللي هو الاكسنتريك سنترال ارتريول، خلاص هو بقى سنترال ارتريول وخلاص. البلس ايه البلس؟ البلس ده تجمع التي ليمفوسايت حوالين السنترال ارتريول بطوله، يعني بطوله، عشان كده بسميه شيس، بري ارتريال ليمفاتيك شيس. ودي السايماس ديبندنت زون. دي اللي هو البلب لو بشوفها في السيكشن او تجي لي في الاسبي، يبقى السنترال ارتريول في النص، لا مش في النص، لكن في داخل الوايت بالب او داخل الليمفاتيك نيدول، في حواليه البري ارتريال شيس، بري ارتريال ليمفاتيك شيس اللي ما اقدرش طبعا اميزه باللايت مايكروسكوب، لكن في حواليه تجمع من الليمفوسايت اسميه الليمفاتيك. الريد بالب، الريد بالب بيبان شكله اسبونجي بين الوايت بالب، ده عباره عن بلاد ساينوسايتس نتيجه وجود البلاد ساينوسايتس. تعالى هنا نشوف البلاد ساينوسايت في السبلين. اللي انا برسمه ده عباره عن اندوثيل، يبقى ده عباره عن ايه؟ عن اندوثيليوم. شايف الاندوثيليوم متجمع علشان يسيب فراغ في النص ازاي؟ طب تعالى بقى نتكلم عن البيز اللامنة. البيز اللامنة هنا الاقيها عباره عن باندز من البيز اللامنة، عمرها ما كانت كونتينوس، ما ينفعش تبقى كونتينوس. مين اللي جوه البلاد ساينوسويد ده؟ موجود البلاد اهو، اللي هو همثل هنا بالار بي سيز، يبقى اللي موجود جوه ده البلاد، حواليه الاندوثيليوم وبعدين انكمبليت بيز اللامنة. قد ايه البلاد شايف ممكن يطلع من البلاد ساينوسويد ازاي؟ يعني الدنيا مفتحه، ما اصلا عايز اعمل فلتريشن للبلاد، انا عايز اعرض البلاد ده للبلازما سيل واعرضه للليمفوسايت واعرضه للماكروفيجز اللي موجوده حوالين هذا الاندوثيليوم. يبقى ما ينفعش اقفل الدنيا بقى، ما ينفعش اعمل كونتينوس اندوثيليوم واقفله بالسيل جانكشن واحط حواليه كونتينوس بيزمنت، يبقى انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. عشان كده لازم اسيب الدنيا مفتحه شويه. ده ممكن البلاد هيسيب البلاد سنسود اصلا ويطلع في الشارع، يحصل له فلتريشن ويرجع تاني للستركيوليشن مره تانيه. دي حاجه عادي جدا في السبلين، عشان كده بنقول السبلين دي ذا موست بلادي اورجن، وهناخد في الكليكال كورليشن ملحوظه على الحكايه دي. يبقى ريد بالب عباره عن سبلين كوردز وبلاد سينوسويدز. السبلين كوردز دي عباره عن تجمع من الليمفوسايت، بس التجمع ده ما بياخدش صوره الكوره لكن بياخد صوره الكورد، علشان كده بنسميه سبلين كورد مش اكتر من كده.
تعالى كده نشوف البلاد سينوسوية زي ما كنا رسمينه شويه. ده عباره عن اندوثيليوم او الاندوثيليوم والبيزمنت تمبرين حواليه اهي، بس انكمبليت بيزمنت تمبرين. شايف الار بي سيز عادي جدا ان هي تسيب البلاد سينوسوية وتطلع بره في الشارع وتقعد شويه وبعدين ترجع مره ثانيه، وبرده معاها كل الانتيجنز اللي موجوده في البلاد. يبقى هنا موجود هنا الماكروفاجس وموجود الليمفوسايت باشكالها المختلفه، الانتيجن بريزنتنج سيلز، علشان تبدا تتعامل مع الانتيجنز اللي كانت موجوده في البلاد. كمان هتبدا تعمل ديستراكشن وفاجوسايتوزس للاولد ايج ار بي سيز او اريثروسايت. يبقى الاندوثيليوم الونجيت الاندوثيليوم اللونج اكسس بارالل تو ذا سينوسويد زي ما احنا شايفين. البلاد سينوسويدز في ترانسفيرز ريتيكولار باندل عامل زي الايه؟ زي البرميل اللي احنا شايفينه ده. في سبيس ما بين الاندوثيليال سيلز تو فاسيليتيت اكسشينج. البلس البيزمنت تمبرين نوت كونتينوس، ادي البيزمنت تمبرين بتاعتنا النوت ايه؟ نوت كونتينوس. السبلينك سيركيوليشن، ودي بيحبوها قوي بتوع الهيستولوجي. السبلينك سيركيوليشن في عندي ثلاث نظريات، اوبن ثيوري، كلوز ثيوري، وكمبرمايز ثيوري. وقلت لكم في المدرج ان الاوبن ثيوري بتعتمد على ان البلاد سينوسايز، على ان البلاد بتاعي بيقع في الانترستيشال تيشو، يعني اكب البلاد الاول يحصل له فلتريشن وبعدين اجمعه مره ثاني. في الكروس ثيوري عكس كده. ايه الكروس ثيوري؟ ان السيركيوليشن ماشيه مقفوله وانا بعمل لها فلتريشن من بره، يبقى الميه بتاعتي ما بتسيبش الترعة بتاعتي، لا ده البلاد ماشي في البلاد سينوسايد عادي جدا، والفلتريتنج سيلز موجوده بره بتبدا تعمل له فلتريشن وهو جوه السيركيوليشن، دي بسميها كروس سير. قلت لكم دايما ان في كل مجتمع الاقي فيه ناس في النص، لا هي ابيض ولا هي اسود، لا هي يمين ولا هي شمال، تقوم تحل المشكله بايه؟ بالكمبرمايزيشن او بالحل الدبلوماسي. تقول ايه؟ والله ده بيحصل احيانا وده بيحصل احيانا، واللي بنسميها كومبرمايز ثيوري. الكلوز ثيوري زي ما انت شايف كده، السيركيوليشن ماشيه مقفوله، جاي البلاد ماشي جوه البلاد سينوسويد، جاي من الارتريول رايح للفينيول هيعدي عن طريق البلاد سينوسويد، وفي البلاد سينوسويد هيحصل الفلتريشن. يحصل فلتريشن ازاي؟ طبعا زي ما احنا قلنا من شويه، يبقى الكلوز ثيوري البلاد كابيلاري اوبن دايركتلي انت ذا بلاد سينوسويدز. خلاص. لكن في الاوبن ثيوري البلاد باس ثرو ذا سبيسز بتوين ريتيكولار سيل اند موف ذن موف اون to be collected في السينوسويد. يبقى انا هكب الاول البلاد سينوسويد من البلاد كابيلاري وبعدين اجمعه مره ثانيه في السينوسويد. في الكلوز ثيوري لا، هيجي من الكابيلاري يفتح في السينوسويد عشان يتجمع في الفينيول على طول. الكومبرمايز ثيوري قالت ايه؟ قالت ان في الديستندد سبلين، لو السبلين بتاعي ديستندد يبقى السيركيوليشن هتبقى اوبن، لو السبلين بتاعي في ليتل بلاد هيبقى السيركيوليشن بتاعتي كلوز سيركيوليشن. ايه الفانكشن اوف السبلين؟ production of RBCs ده في النيونيت طبعا لما تزنق في بعض الانيمالز. الحاجه الثانيه destruction of RBCs، يبقى هي production و destruction، بس طبعا الايجد RBCs او الابنورمال RBCs بالماكروفاجز يعني السيكل سيل بتتكسر في السبلين بالرغم ان هي ما وصلتش ل 120 يوم لان هي ابنورمال في الشيب، وكذلك في السفيروسايتوزس والميجا كاريوسات والحاجات دي كلها اللي بتعمل لي الهيموليتيك انيمياز. كل السيلز دي ما بتوصلش ل 120 يوم لكن السبلين بتعرف عليها على ان هي 120 يوم. انا عايز تجاوبني هنا على سؤال تحت في الكومنتس لو سمحت، ازاي السبلين بيتعرف على تاريخ الصلاحيه بتاع ار بي سيز او الاريثروسايت؟ السؤال ده مهم جدا. طبعا الايميونولوجيكال ريسبونس اجينست البلاد بورن انتجين خلاص دي احنا عارفينها، وبلاد ستورج بس مش في الهيومن. علشان كده لو انت فاكر لما كنت بكلمك في الكبسول وبقول لك موجود فيها سم سموث ماسل فايبر، فدي لان انا في وقت الزنقه في بعض الانيمالز لما بتتزني وعايز البلد يقوم يحصل ايه؟ يحصل، كنا من الصور الحكايه دي بتحصل في اليومين زمان، يحصل ضغط من السموث مسل، تحصل كونتراكشن للسموث مسل، السموث مسل الموجوده في الكبسول تقوم تعمل ايجكشن للبلد تدخله لي في السيركيليشن. وانت يا سبلين مش محتاجين لعمليه الفلتريشن دلوقتي لان الموضوع بتاعنا مزنوقين فيه او البلد بتاعنا مزنوقين فيه، فبيشتغل كبلد ستورج بس في اليومين ما هياش ابروفت. ده البي دي اف اللي احنا هنشوفه علشان نذاكر السبلين في محاضره بسيطه جدا وسهله جدا. ودول الكلمتين اللي يهمونا في النظري. لكن تعالوا بقى نشوف الكلينيكال كورليشن. في عند رابشر اوف سبلين، ودي قلتها لكم في المدرج، رابشر اوف سبلين علشان تقعد في الاستقبال لازم تكون مركز في الحته دي كويس جدا. لو المريض بتاعك بيل
اكتر من الهيموراج اللي موجود. يعني هو جاي يشتكي من بليدنج، بس المريض ده شكله الهيموجلوبين بتاعه ب 4 3، والبليدنج ده ما ينفعش ينزل الهيموجلوبين بالشكل ده، العمليه كلها بقى ساعه ساعتين ما ينفعش، يبقى لازم اتوقع على طول اللي فيه انترنال هيموراج. يعني ايه؟ يعني في هيموراج جوه البطن او جوه الشيست. جوه الشيست بيبقى مشخص نفسه، لكن جوه البطن بيبقى هيدن. هيدن ليه؟ لان البطن فراغ كبير والهيموراج هيبدا يتجمع، البلد هيبدا يتجمع جوه البطن. ابقى عارف ان المتهم الرئيسي في القصه دي هو مين؟ هو الاسبلين، لان الاسبلين فريبل جدا زي ما قلنا في اول المحاضره، وبالتالي قابل جدا ان يحصل له رابشر. يبقى اي تروما هتاثر على الابدوم في الغالب هتروح على الاسبلين، تعمل له رابشر يؤدي الى انترنال هيمورج. طبعا المريض ممكن يموت مني لو انا ما فتحتش الابدومين بسرعه جدا وعملت اكسبلوريشن. اكسبلوريشن يعني افتح بشكل عشوائي علشان اوصل للسبلين، واوصل للسبلينك ارتر واقفله، وبعد كده نبقى نتفاهم هنعمل ايه في السبلين ده، هنشيله ولا هنشيله برده. يبقى رابشر اوف سبلين بيكوز سبلين از فرايبل، زي ما قلنا هيحصل له رابشر مع اي حادثه، وبالتالي لازم في الاخر اعمل له سبلينكتوم. نسيبكم بقى مع الام سي كيو. في النهاية بقول يا رب المحاضرة تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم، وإن شاء الله هستنى إجابة السؤال اللي سألته جوه المحاضرة دي، وأقول لكم نتقابل في محاضرة جديدة بإذن الله وموديول جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.